السلام عليكم شباب، معكم على جيمز كده من قناة كذا سوق. اليوم عندنا لكم انبوكسنج وشرح عن سماعة 500P، طبعا من اكثر السماعات مبيعا في كذا سوق. كل السماعات ما شاء الله عليهم ينباعون بشكل كبير. سوينا فيديو عن 50P 400 و60P وان شاء الله 800 بتنزل بعد. 500P ليش ناس يحبونها؟ لانها 7.1 ورخيصة وزين سعرها يعني بالنسبة للسماعات اللي في السوق. سماعة وايرلس يعني ما تحتاج سلوك، طبعا هي نفس تقريبا 400 بس هاي 7.1 فيها تشارجنج يعني يبقى البطارية مدة 15 ساعة بدون ما تشحنها. خلينا نفتحها نتكلم عنها أكثر وأوريكم. أنا هاي السماعات من اللي عندي، البوكس مالها دائما حلو يكون بهاي الشكل. طبعا بتحصل معاها كيبل الأوبتيكال عشان تشبكها باليو اس بي الموجود معاه، وفي شرح معلومات تشرحها، وعندنا الكيبل اللي هو سلك المايكروفون تقدر تفصله تقدر تخليه على راحتك. تفتحها تطلع لك السماعة داخل، نفتحها معاها اليو اس بي اللي بتركبه في البلاي ستيشن، بتركبه في الاوبتيكال اللي هو هاي الاوبتيكال تركبه فيه، وبعدين تركبه في البلاي ستيشن عشان يصير لك نظام محيطي. طبعا هاي الاوبتيكال كيبل اللي هو يسمح لك يصير نظام محيطي. السماعة لو تشوفونها تشابه اللي هي ال 400 بشكل كبير. عندنا هني نظام الصوت، عندنا الله يسلمكم ترفع الصوت وتنزله موجود هني، وبعدين عندنا البريسيت. البريسيت اللي هو الاعدادات المسبقه اللي موجوده في السماعه، صوت الخطوات على البيس على الحركه على، بعدنا صوت المايكروفون اللي هو لما تتكلم مع اصحابك تبي صوت اللعبه على ولا صوت اصحابك على، او ما تبي تسمعهم تقدر تتحكم فيه فوق تحت. بعدين عندك اليو اس بي عشان تشحن السماعه، وعندنا مدخل اي يو اكس يعني تركب كيبل اي يو اكس تسمع من الموبايل، تركب اي شيء يركب على اي يو اكس، موبايل اكس بوكس اي شيء. بس اذا تبي نظام محيطي لازم تستخدمها حق البلاي ستيشن باليو اس بي. ستبي نظام ستيريو تركب كيبل اي يو اكس. عندك بعد هنا اعتقد مدخل مايكروفون موجود، وزر التشغيل هاي هو الموجود هنا يصير بالازرق لما يشتغل، ما يبين عندكم او لا يصير ازرق انه شغال. وهاي السماعه نفس ما قلت لكم 7.1 يعني 7.1 نظام محيطي. بالنسبه لهاي السماعه الصغيره الجلديه نفس ما تشوفون جلد وتتركب ترفعها وتنزلها على حجم الراس. بالنسبه للاشياء الموجوده يعني على السماعه يعني تقريبا هاي هي الاشياء الموجوده، تشتغل على كل شيء، بلاي ستيشن فيتا، ايباد، ايبود، ايفون. يعني ما في معلومات غير سماعه. اذا تبي تلعب صوت واضح تبي تفصل الصوت حيك انت، فيها عزل حلو بعد الصوت يعني ما تسمع الاصوات اللي برا. فكان كل فيديو عن السماعه 500. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. تشوفوا ان شاء الله فيديو ثاني. مع السلامه. بحط لكم رابط المنتج في الوصف.